يلا يا عم. انا بقى معلم بقى النهارده معانا بقى ايه، هنروح ان شاء الله لحمام السباحه انا والواد ده. هات الواد ده اوريكم ازاي الطريق هنا. القريه جامده بصراحه قوي، خليكم معانا بقى اوريكم الطريق بيمشي ازاي، تابعونا بقى. هو انا المصور بتاعكم؟ اه انا صورت النهارده مصور معانا النهارده الكابتن كريم، كان سمك قبل كده وبص ربنا كرمه بقى انسان. استنوني. طيب باي. صوروا كده روما، صوريهم كده. ايوه عادي والله، صوروا كده. هجيب لك حاجه وجايه. طبعا البنت بدات تعيط اهي. انت بتشرح كل حاجه حتى العياط؟ اه طبعا لازم نشرح كل حاجه طبعا للناس عشان نعرفوا احنا اجواءنا عامله ازاي. يا لهوي يا ام الله، صوت فضايح فضايح بالتلاجه. حتى ليلى بتحاول تهديها يعني مش عارف. ماشي يا عم، هتخش دلوقتي. طبعا بقى الممرات هنا عامله زي الممرات بتاع الجيش. حلو شويه كده ده عنده مزوح. اه والله عنده مزوح. تنسيت ولا ايه حسيت؟ هاخد منهم فلوس. لا والله مش كده خالص. انت ايه حسنتك حتى دي كمان هتشرحها كمان؟ خليكم معانا، هيطلع يجيب الكريدت كارد بتاعه. اه ماشي. هنا بقى بصراحه الجو هنا تحفه في الساحل. مش عارفه البس النضاره على فكره. مش عارفه البس النضاره. هتساعدني كمان في دي كمان؟ اه البسي النضاره اهي. لبستيها؟ اه. وانا هلبس النضاره. انت بتعمل ايه؟ صوري البسي النضاره يلا. بتحرقني. صوري. النهارده هنا في الساحل بقى في قريه جميله جدا اسمها جرين ديفلز، قريه بصراحه تحفه. بس طبعا الشاطئ النهارده الموج عنده فيه عالي قوي، فاحنا طبعا شمس حاميه. نروح طبعا اللبسين. طبعا بتحرق. اليوم مرمت شويه كده عيالي، فقلت مش هنزلهم النهارده. سبب الكلور كان في الميه، فعينيهم مرمت شويه. فقلنا ايه افضل احنا ايه ما ننزلهمش. عشان الشمس فظيعه. اه الشمس جميله قوي بصراحه. ثبتي بقى الفيديو كده لحد ما ينزل.